طيب الايفون الجديد نزل سواء الايفون 11 او ال 11 برو او ال 11 برو ماكس، كلهم موبايلات ممتازه، وعملت فيديو عنهم بتكلم عن الحاجات اللي عجبتني والحاجات اللي ما عجبتنيش، اسعار الموبايلات، مواصفاتهم، وكل الحاجات اللي انت محتاج تعرفها هتلاقيها موجوده في الفيديو دوت. ولكن خلينا صريحين، مش كلنا هنا معانا ثروه بيل جيتس مثلا عشان نشتري الايفون 11 برو ماكس، ولا حتى ثروه نجيب سويدس للاسف. فدوت فيديو هتكلم فيه على تفاصيل اسعار كل موبايلات الايفون اللي اقدم من كده هتنزل قد ايه بعد نزول الايفون الجديد. مبدئيا كده خلينا نتكلم على اللاين اللي موجود بتاع ابل دلوقتي، اللي هي الموبايلات اللي ابل لسه ما وقفتش تصنيعها، لان دوت المعتاد اللي بيحصل كل سنه. كل سنه ابل بتنزل كذا موبايل جديد وتوقف تصنيع كذا موبايل من الموديلات القديمه، وابل بتفضل تصنع الموبايلات القديمه فتره شويه لان هي ما عندهاش موبايلات متوسطه، فبتصنع القديم وتنزله بسعر اقل كانه موبايل متوسط جديد. ديت السياسه بتاعت الشركه، ودوت الطريقه اللي الشركه بتشتغل بيها علشان تحسس المستهلك دايما ان هو معاه اقوى حاجة او موبايل فلاكشيب او موبايل هاي اند. اهم الموبايلات اللي توقف تصنيعها السنة دي هي الايفون 10S وال 10S ماكس. وبالمناسبة انا اكتشفت ان ناس كتيرة اصلا مش عارفة ان الايفون 10 اللي هو اللي احنا بنقول عليه الايفون اكس اتوقف تصنيعه بقاله سنة، ولكن دوت مش معناه ان هم هيختفوا من السوق تماما. الايفون اكس لحد دلوقتي لسه بيتباع ولسه ليه شعبية عند ناس كتيرة، يمكن حتى اكتر من الايفون 10R اللي انا شخصيا بفضله عنه، واللي هو قبل ما وقفتش انتاجه ولسه بتصنعه ولسه بتنزله لحد دلوقتي. الاسعار بتاعت اللاين اللي موجود دلوقتي اللي قبل لسه بتصنع بيه الايفون 8 بيبتدي من $450، يعني حوالي 7500 جنيه مصري. الايفون اكس ار او 10R بيتباع ب $600، يعني حوالي 10000 جنيه مصري. ودي كده الموبايلات القديمه اللي لسه مكمله تصنيعها معانا من السنين اللي فاتت. اما الثلاث موبايلات الجداد اللي هم الايفون 11 وال11 برو وال11 برو ماكس، اسعارهم بالترتيب دوت برده $700، $1000، $1100، او خلينا نقول حوالي 11-12000 جنيه مصري للايفون 11، 16000 ونص للايفون 11 برو، وحوالي 18000 للايفون 11 برو ماكس. طبعا الاسعار ديت ممكن تبان بالنسبه لمعظم الناس اسعار مش منطقيه او اسعار مش حقيقيه قوي. ازاي اصلا الايفون 11 برو وال11 برو ماكس اللي هم اقدر حاجه قبل نزلتهم السنه دي يكونوا ارخص من الاسعار اللي موجوده دلوقتي في السوق المصري للايفون 10S وال10S ماكس، او اللي احنا متعودين نقول عليهم XS وXS ماكس. الفكره ان زي ما انت قلت الاسعار ديت في السوق المصري، اما الاماكن اللي فيها ابل ستور بشكل رسمي او الموبايل بيتباع فيها اصلا بشكل رسمي الاسعار اهدى من كده شويتين. سواء بقى طبعا امريكا دوت ارخص سعر عالمي، او الامارات بتبقى اغلى شويه ولكن مش اغلى كتير قوي، انما هنا للاسف احنا بنشوف اسعار مبالغ فيها قوي. علشان كده من هنا ورايح انا هتكلم في باقي الفيديو على اسعار الايفونات اللي موجوده في مصر. انا شخصيا بناء على الاسعار اللي شفتها قبل كده فمتوقع الايفون 11 ان هو ينزل في مصر بحوالي 16000 17000 جنيه، اول لما ينزل خالص ممكن يكون اغلى من كده شويه كمان اول اسبوع مثلا او اول كام يوم لحد ما السعر بس يستقر، هيتباع في المحلات بحوالي 16000 جنيه مثلا. لان انا فاكر ان السنه اللي فاتت الايفون اكس ار او الايفون 10R كان نازل اغلى $50 من الايفون 11، واول لما هدي سعره في مصر او اول لما استقر سعره في مصر كان بيتباع بحوالي 18000. فدوت التسعير المنطقي او الرقم المنطقي اللي انا ممكن اتوقعه لمصر بالنسبه للايفون 11. ال11 برو وال11 برو ماكس الاثنين طبعا هيعدوا ال 20000، ودوت مضايقني فيهم ان الاثنين بيبتدوا من 64 جيجا بايت، بعديها بينطوا على طول لل 256 وبعديها لل 512. كان المفروض يشيلوا ال 64 ويحطوا 128، لانها بصراحه تضايقني جدا ان انا ادفع اكتر من 20000 جنيه في موبايل وفي الاخر اخد مساحه 64 جيجا بايت بس. ولكن ما علينا، خلاص من الايفونات الجديده، انا اوريدي عملت فيديو عنها قبل كده. خلينا نتكلم على الحاجات القديمه او اللي سعرها اهدى من كده شويه. مبدئيا عشان سعرها يقل في مصر لسه هياخد وقت شويه، مش هيقل على طول من دلوقتي، لسه كده كام شهر لحد ما الايفون 11 وال11 برو يعمل لهم ضجه في مصر وينزلوا خلاص ويبقوا متوفرين للناس ان هي تشتريهم. بعديها هنبتدي واحده واحده بقى نشوف نزول في الاسعار. الايفون 10S ماكس مثلا بيبتدي دلوقتي سعره في مصر من حوالي 18000 جنيه، وبما ان هو اقوى موبايل بعد الايفون 11 والناس بتحبه اوريدي او واخد سمعه كبيره قوي ان هو احسن موبايل في العالم حتى لو دوت مش حقيقه، فسعره لما ينزل مش هيرخص جامد قوي لان برضه ناس كتيره هتتوجه له بدل الايفون 11 برو. علشان كده انا متوقع ان هو سعره لما يستقر شويه هيرسع على 16000 جنيه، يعني حوالي فرق 2000 جنيه عن سعره دلوقتي. ده بالنسبه للنسخه الماكس. اما بالنسبه للايفون 10S او اللي هو الاكس اس، هو برضه واخد نفس السمعه ان هو موبايل ممتاز قوي، ولكن مع نزول سعر الماكس لازم سعره هو يهدى شويه عن كده. هو دلوقتي بيتباع ب 17000، انا متوقع ان هو برضه ممكن يستقر على 14000 ونص 15000 مثلا. بعديها احنا عندنا دلوقتي الايفون اكس اصلا بيتباع ب 15000، والايفون اكس ار او ال 10R بيتباع بحوالي 13000، ودي حاجه مضايقاني انا شخصيا او بتعصبني حبتين، لان انا شايف ان الايفون اكس ار او ال 10R يعتبر بديل احسن اصلا
من الايفون اكس. هو بيقدم لك كاميرا واحده بدل كاميرتين، ولكن الكاميرا ديت الواحده ادائها احسن، وبيقدم لك بطاريه احسن بشكل ملحوظ واداء احسن برضو. الفرق اللي ممكن تاخد بالك منه لصالح الايفون 10 عن الايفون 10R هو فكرة الشاشة بتاعته بس. عموما انا منتظر او مقتنع ان الايفون 11 سعره هينزل لحد 13000 جنيه مصري، وخلينا فاكرين ان احنا في السعر ده وكده احنا ممكن نجيب الايفون 11 من بلد زي الامارات مثلا تقريبا بنفس السعر، وطبعا هيكون خيار احسن بكتير. هو برضو اضعف في الشاشة ولكنه احسن من ناحية كل حاجة تانية بفرق ملحوظ. الايفون 10R او الاكس ار ما كانش ليه شعبية كبيرة هنا في مصر، رغم ان هو كان تقريبا اكتر موبايل بيبيع لابل بشكل عالمي، وعلشان هو شعبيته مش عالية هنا قوي وناس كتيرة بتفضل الايفون 10 عنه، دوت مخلي سعره قريب للسعر العالمي اكتر، ما بقاش فيه فرق في السعر ما بينه وما بين السعر العالمي كبير. بالتالي بما ان ابل دلوقتي نزلت سعره العالمي بقى عامل حوالي 10000 جنيه مصري، فبرضه واحدة واحدة مع الوقت الموبايل هنا في مصر سعره هيبتدي يقل لحد ما يقرب جدا من السعر دوت. انا متوقع مثلا ان هو مع سنة 2020 سعره ما يكملش ال 11000 جنيه. واخيرا في الحاجات اللي بتصنعها قبل لحد دلوقتي الايفون 8 وال8 بلس، ومن هنا الاسعار بتبتدي تعصبني قوي في مصر، لان عندك مثلا موبايل زي الايفون 8 النسخه ال 64 جيجا بايت عامله 10300 جنيه مصري هنا في مصر، رغم ان هي سعرها العالمي دلوقتي بقى المفروض عامل حوالي 7500، فرق عامل 3000 جنيه، وسعره في مصر هنا يعتبر مره وثلث تقريبا قد سعره العالمي، ودي حاجه مضايقاني جدا، خصوصا ان هو موبايل قديم. في موبايلات كتيره جدا 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 في السعر دوت احسن منه بمراحل، ومفيش مبرر او مفيش سبب منطقي اصلا يخليك تشتري دلوقتي في 2019 الايفون 8. ولكن مع ذلك لحد دلوقتي ناس كتيرة جدا بتسالني على الايفون 8 والايفون 8 بلس، ولسه لحد دلوقتي ناس بتشتريه، خصوصا الناس اللي هو مش عاجبهم التصميم الجديد بتاع ابل ولسه متمسكين بالهوم بوتن. وانا مش فاهم هما ليه متمسكين بالزرار دوت وبالحواف ديت، رغم ان هو يعتبر تصميم بقى عتيق قوي. عموما لو انت واحد من الناس ديت، فبرضه بعد 3 شهور من دلوقتي ممكن يكون الموبايل ده عامل 9000 ونص مثلا، برضه بسبب الشعبيه بتاعته بالنسبه لناس كتيرة هنا في مصر. وبقولها مره تاني، انت بالسعر دوت انت قدامك خيارات احسن كتيره، ولسه في الفتره اللي جايه هينزل موبايلات احسن كتير في الفئه السعريه ديت، فمفيش داعي انك تشتري الموبايل. بس اهو الفيديو دوت مش فيديو نصايح، انا جاي اكلم الابل فان بويز شويه، الناس اللي معجبه بابل زياده عن اللزوم، اقول لهم توقعاتي للاسعار اللي نازله الفتره اللي جايه. طبعا كحد معترض على ال8 وال8 بلس انك تشتريه دلوقتي، اكيد مش هكون مبسوط انك تشتري موبايل اقدم من كده كمان زي 7 و7 بلس. الايفون 7 بلس سعره دلوقتي بيتباع في مصر من حوالي 9000 ونص تقريبا، لما سعره ينزل انا مش منتظر ان هو هينزل كتير قوي عن كده، اخري ممكن اتوقع عليه 8000 جنيه مصري مثلا. طبعا الكلام ده كله بالنسبه لاسعار اول سنه 2020. وخلينا فاكرين كده ان الايفون 7 و7 بلس و6 اس و6 اس بلس دي كلها موبايلات اتوقف تصنيعها بقالها فتره، فترة قليلة كمان، ومش هيجي لها تحديثات اصلا. فلو انت جبت موبايل من الموبايلات ديت سنة او سنتين بالكبير قوي، يعني لو انت شخص ما بتهتمش ان انت تحدث موبايلك، هتحتاج تحدث موبايلك. فعلشان كده انا دلوقتي ما بنصحش باي موبايل موجود عند ابل لسه موجود فيه الزرار بتاع الهوم بوتن. بمناسبة الفيديو دوت، لو انت معاك موبايل زي الايفون اكس او الايفون 10 مثلا، انت ممكن تبدله بالايفون 11 او ال11 برو او ال11 برو ماكس. دوت البوست اللي كتير من صفحات محبين ابل بينزلوه، رغم ان هي صفقة فاشلة تماما، لان انت لو اديتهم الايفون اكس او الايفون 10 بتاعك هتشتري الايفون 11 بسعر 400 دولار، يعني انت معمول لك تخفيض عليه 300 دولار. دوت معناها ان هم اشتروا منك قيمه الايفون اكس او الايفون 10 اللي معاك بحوالي 5000 جنيه مصري. تخيل انت الايفون اكس او الايفون 10 تبيعه بسعر 5000 جنيه بس، دوت الرقم اللي انا بكلمك فيه ديت الحاجه اللي تضايق اي حد. فطبعا انت احسن لك بكتير جدا انك تعرض الموبايل دوت على اي موقع من مواقع البيع زي اوليكس مثلا، او جروب عندي على فيسبوك تقدر تبيعه عليه بالمناسبه، وبالتاكيد هتاخد سعر اكتر حتى من ضعف السعر دوت اللي هو اكتر من 10000 جنيه. فاديني سبب واحد كده يخليك اصلا تعمل العرض دوت وتبدل الايفون اكس بتاعك بايفون 11. ما انت ممكن تبيع الايفون اكس او الايفون 10 على جنبه وتقوم شاري الايفون 11 وهكون خدت فرق سعر اهدى كتير. بس فحبيت الفت نظركم جدا للحته ديت، لان انا خدت بالي ان كتير جدا من الصفحات بتاعت الابل فان بويز بيتكلموا عنها، وهي الموضوع فاشل تماما. الاسعار اللي انا قلتها ديت كلها في الفيديو، ان الموبايل هينزل من سعر كذا وهيرخص يبقى بسعر كذا، معظمها او كلها تقريبا توقعات. خلينا صريحين، محدش يقدر يستنتج بشكل قاطع تماما سعر الموبايل كمان 3 4 شهور من دلوقتي، خصوصا ان ابل اصلا مش موجوده بشكل رسمي في مصر، ولكنها اجتهادات بشوف اسعار الايفون اللي موجوده دلوقتي وسعرها نزل قد ايه لما تم الاعلان عن الموبايل الجديد السنه اللي فاتت، وبحسب النسب، وعلى اساس الارقام ديت بقول رقم انا متوقعه هيكون في الرينج بتاعه 500 جنيه زياده 500 جنيه اقل. بيبقى فيه دايما طبعا كده نسبه للخطا، ولكن زي ما انتم متعودين مني كل سنه ان انا عاده بظبطها صح. لو انت حابب تسالني على اي موبايل معين قول لي في الكومنتات وانا هحاول ارد على اكبر قدر منكم.
وتابعني طبعا على الانستجرام وعلى فيسبوك لان انا برد على الاستفسارات هناك، خصوصا على الانستجرام برد اول باول. ولكن الاهم طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان تشوف كل الفيديوهات اللي انا هنزلها بعد كده. وكالمعتاد كان معاكم احمد كمال من AK Review، استني في الفيديو جاي.